النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر تحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. نبدأ معكم الآن باستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بحركة السحب الواردة لدينا هنا في طقس العرب. هذه الصور الأقمار الاصطناعية توضح بداية نشوء سحب ركامية في مناطق متفرقة من المملكة، تحديدا في مناطق البادية الجنوبية والشرقية. هذه السحب هي تابعة لأحوال جوية غير مستقرة، متوقع أن تزداد في تأثيرها أو تنشأ اعتبارا من الساعات القليلة القادمة وتزداد في تأثيراتها خلال اليومين القادمين. هذه الأحوال الجوية غير المستقرة ناتجة عن وجود كتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر الذي لبث فوق المنطقة خلال الفترة الماضية. هذا التلاقي فوق منطقة بلاد الشام سيؤدي إلى نشوء هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، لكن هذه المرة مع انخفاض تدريجي في درجات حرارة اعتبارا من ساعات مساء وليلة الجمعة على السبت، كذلك الحال يوم السبت، لتقل حينها درجات حرارة عن المعدلات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام. إذن مع ساعات الخميس والجمعة هنالك أجواء أو درجات حرارة أعلى من المعدلات، أجواء غير مستقرة متوقع أن تسود تدريجيا خلال ساعات نهار هذا اليوم الخميس، لكن بشكل عشوائي ومتفرق بالتحديد بالأكثر نحو مناطق البادية، لكن ذلك لا يمنع مناطق شمال المملكة، مناطق وسط المملكة، كذلك الحال بعض المناطق الجنوبية من استقبال السحب الركامية الرعدية الممطرة. توقعات أيضا خلال يومي الجمعة والسبت بازدياد رقعة تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، تتركز أكثر فوق المناطق الشمالية الوسطى الشرقية، أيضا مناطق الأغوار بمشيئة الله. متوقع هذه الأحوال الجوية غير المستقرة أن تستمر حتى ساعات المساء والليلة الأولى من ليلة السبت على الأحد، على أن تتراجع بشكل واضح يوم الأحد وتستقر حينها الأجواء يوم الأحد، لكن ذلك يمهد لوصول موجة باردة خلال الأسبوع القادم. لكن هذه الموجة الباردة هي موجة مستقرة، ذلك يعني أجواء باردة بشكل عام مع ساعات النهار، باردة بشكل لافت مع ساعات الليل، حيث تهب على المملكة حينها الأسبوع القادم رياح شرقية نشطة متوقع أن تجلب الغبار يومي الأحد والاثنين، وتترافق بأجواء باردة بشكل لافت لا سيما مع ساعة الليل. الحديث هنا عن الفترة القادمة اعتبارا من يوم الأحد وطوال الأسبوع القادم بمشيئة الله. نعود معكم الآن لاستعراض مخرجات نظام الأمطار الخاص بنا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم مع ساعات بعد الظهر وعصر هذا اليوم بدء نشوء سحب رعدية في مناطق متفرقة من المملكة، تحديدا المنطقة الشرقية، لذلك لكن لا يمنع من نشوء هذه السحب فوق مناطق شمال ووسط المملكة بمشيئة الله. نلاحظ أن المنطقة الجنوبية الغربية هي الأقل تأثرا بالأحوال الجوية غير مستقرة نهار هذا اليوم الخميس، مع تدريجية مع ساعات نهار يوم غد إلى الجمعة. نلاحظ معكم عودة الأجواء غير المستقرة تحديدا نحو شمال المملكة، مناطق الأغوار، المنطقة الوسطى ولاحقا المنطقة الشرقية، في حين نلاحظ معكم أن المنطقة الجنوبية الغربية أيضا هي أقل تأثرا في هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. نلاحظ معكم استمرار هطول الأمطار الرعدية، ستكون رعدية الطابع خلال يوم السبت، لكن في مناطق متفرقة من المملكة. نلاحظ معكم مثلا مع ساعات صباح وما قبل ظهيرة يوم السبت مناطق عدة في المملكة هنالك توقعات لهطول الأمطار الرعدية فيها، تركز لاحقا هذه الأمطار الرعدية بعد ساعات بعد ظهيرة يوم السبت صوب الأجزاء الجنوبية الشرقية والشرقية من المملكة، حيث تكون الأمطار فيها غزيرة، لكن تستمر الأمطار أيضا بالهطول في شمال ووسط وأيضا جنوب المملكة. نلاحظ معكم الأمطار الغزيرة متواجدة مع ساعات مساء السبت وليلة السبت على الأحد فوق الحدود الأردنية والسعودية، مع السعودية هذه الأمطار ستكون غزيرة جدا في تلك المناطق، وتحذيرات جدية من تشكل السيول لا سيما في مناطق البادية بشكل عام، لكن هنالك تحذيرات أيضا من تشكل السيول في مناطق الأغوار الشمالية، بعض مناطق الأغوار الوسطى، كذلك الحال أجزاء من شمال ووسط المملكة. نلاحظ معكم مع ساعات ليل السبت على الأحد تضعف الأحوال الجوية غير المستقرة، تتركز فوق المنطقة الشرقية، لتنتهي تماما الأحوال الجوية غير المستقرة يوم الأحد، لكن مع قدوم موجة باردة كما تحدثنا في الفترة الممتدة ما بين الأحد
وطوال الأسبوع القادم مع برودة كبيرة ولافتة بالأجواء في ظل نشاط الرياح الشرقية المثيرة للغبار والمحملة بالغبار يوم الأحد والاثنين قادمة من مناطق شرق المملكة والمناطق الصحراوية في العراق. نعود معكم الآن الأحوال الجوية المتوقعة الليلة القادمة في العاصمة عمان. 14 درجة مئوية، أجواء غائمة جزئيا، هنالك فرصة لهطول بعض الأمطار الرعدية مع ساعات الليل الأولى، تتراجع هذه الفرصة مع تقدم ساعات الليل. نلاحظ معكم يوم الجمعة والسبت أجواء غائمة جزئيا تتحول أحيانا إلى غائمة في العاصمة عمان، هنالك فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله، تكون هذه الزخات غزيرة في بعض المناطق مصحوبة أيضا بالبرد، هنالك تحذيرات من تشكل السيول بما في ذلك مناطق الأغوار وأكثر من ذلك في مناطق البادية الأردنية. نلاحظ معكم مع ساعات مساء وليل السبت على أحد تراجع الحالة الجوية في العاصمة عمان، تستمر بقوة في مناطق البادية الشرقية. يوم الأحد بداية لهذه الموجة الباردة، رياح شرقية نشطة محملة بالغبار تهب على المملكة، ستكون عندها الأجواء باردة بشكل لافت مع ساعات الليل، حيث تقل أو تقترب الصغرى الملموسة من حاجز الصفر المئوي في عدة ليالي من الأسبوع القادم بمشيئة الله. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.